مصطفى ساكن فين برضو؟ قول لي الوضع العمرانية. عندك ايه؟ فين؟ العمرانية. العمرانية. الأفران في العمرانية أخبارها ايه طيب؟ برضو نفس الموضوع، الريف سيء وطوابير. طب قول لي على طول الرغيف وحش؟ يعني انا واحد ساعات مثلا بيشتري العيش تلاقي اليوم النهارده العيش جاي ما يتاكلش، بعض الاوقات بيبقى كويس بصراحه، بتلاقي العيش وفي العيش يعني منور يعني يتاكل كده حاف كده وهو جاي، بس في بعض الاوقات كتير بقى. ما انا عايز افهم بقى المعدل كل يعني على طول وحش وحش؟ لا الاغلبيه وحش. الاغلبيه وحش. الاغلبيه وحش. طيب معلش برضو الوحاشه دي عباره عن ايه؟ يعني كطعم دقيق مش مستوي، محروق، صغير وبيبقى سيء صغير نفس الحجم على طول، ولا في تلاعب؟ يعني ما احنا بنواجه، احنا عايزين نحل. في تلاعب، لانه الرغيف مش في حجمه الطبيعي، تمام، بس حطينا عباره عن عجينه. اي حاجه طلع اي حاجه. حقيقي. برضو غيرت كذا فرن؟ كذا فرن. بنفس يوم حلو وعشرة وحش. طيب وبالنسبه لتنشيط البطاقه بتاخد وقت من 3-4 شهور. يعني ايه تنشيط البطاقه برضو قول لنا؟ يعني انت بطاقتك واقفه ولا بطاقتك شغاله، ولا بيجي ساعه يقول لك السيستم واقع؟ السيستم واقع او البطاقه عايزه تتنشط عشان اروح انشطها مثلا بتاخد وقت 3-4 شهور. في الوقت دوت بجيب عيش سياحي. لو عندي 3-4 اطفال مش هتلاح، صعب. طب السؤال ليك يا مدام نعمه ولحضرتك، هو احنا لما بنلاقي يعني الدوله هي دعم رغيف العيش وعايزه انها تسهل على المواطن خد رغيف عيش كويس وبسعر كويس، لما الاقي ان اصحاب المخبز يعني اللي تعاملت معاهم كده اللي هو ده بتقول لك لا في سرقه في العيش، مش عارفه ايه، العيش وحش ما يتاكلش، هو انا بسكت وخلاص؟ يعني باخد العيش وانا متاذيه واروح بيه البيت ما اقدرش لاكله ولا اكله لعيالي، ولا ممكن اشتكي واتكلم مع صاحب الفرن ده؟ مش انا لوحدي، انا والناس اللي واقفه الطابور معايا، اللي هو ايه اللي انت عامله معانا ده؟ يعني ما لا فين لا حقي؟ يعني لما بتيجي تتكلمي مع صاحب مخبز مش عجبه كلهم برضه، مش عاجبه ما ياخدش، عاجبك خدي، مش عاجبك ما تاخديش، شوفي فرن تاني. غير ممكن يتطول عليكي. الافضل ان الواحد بياخد العيش وهو ساكت ويسكت. يعني ياخد حاجه عشان ما يعملش مشكله لنفسه من السياحي. ما انا ما اقدرش اهين نفسي في الفرن مع صاحب المخبز عشان ما اسمعش كلمه منه وحشه قدام الناس، فبروح اجيب عيش سياحي. غير ان البون اللي بتاخديه اللي بيطلع من المكنه بتاعه الفرن لو واخده 20 رغيف ممكن يتكتب 60. ايه تاني كده؟ لو واخد ايه؟ لو واخد 20 رغيف بالبطاقة ممكن يتكتب في البون اللي بيطلع من المكنة 60-50. ده ازاي يعني؟ على اساس ايه يعني؟ لصاحب الفرن ما هو بالظبط بيحصل نقاط وهو يكتب لك كده وانت تاخد الورقة وتمشي؟ في ناس أميين كتير بتاخد وتمشي، بس لو انا على وعي وعارف وفاهم ان انا ما اتكلمش وخلاص كده كده ما بستفادش بالنقاط. انت حقك استغنيت عنه لصاحب الفرن اللي هو المتلاعب ده. ما هو ما فيش حل، ملهاش حل، لان هنا الضمير بقى، هنا الضمير بقى. لو الضمير مش موجود يبقى القانون بقى هو اللي يتكلم.